يا اهلا وسهلا بيكم، رجعنا مره تانية قبل الفاصل بعد ما عملنا بقى الكبده والمكرونه والحاجات الجميله دي. قلت لكم انه احنا النهارده من شركه اي ام دي عندنا دكتور مصطفى حامد اخصائي الصدريه والباطنيه. انا مش عارف اقول صح صدريه وباطنيه دي ولا لا. دكتور مصطفى شرفنا في الحقيقه ونورنا قبل كده وافدنا بعلمه زي ما كنت بقول لكم قبل الفاصل، وساعدنا في فهم حاجات احنا مش فاهمينها او ايضاح حاجات محتاجين ان احنا نوضحها. بالاول نرحب بحضرتك. اهلا وسهلا ونشكرك على زيارتنا المره الثانيه. ميرسي جدا ليك، مشرفنا ومنورنا. اشكرك اشكرك، وشكرا لكلوسيس طبعا على تواجدهم معنا. يا حبيبي النهارده عايزين نتكلم عن تقويه المناعه بشكل عام، وبشكل خاص دور كلوسيس في تقويه المناعه، خاصه يا دكتور ان الناس بقى عندها وعي اكبر بفكرة المناعة دي بعد البانديميك وفيروس كورونا. ليه؟ لأن اتقال لهم أنه إحنا لسه لم نكتشف علاج بعد للوباء ده، وجسمك هو اللي هيدافع عنك، فأصبح الإنسان ما عندوش أي حائط صد تجاه المرض غير مقاومة جسمه للمرض المجهول اللي إحنا لسه ما عملناش أبحاث كافية تقول لنا العلاج بتاعه إيه. مظبوط. فعايزين نعرف بقى دلوقتي يا دكتور إزاي في العموم نقوي، هسيبك من كورونا بقى والكلام ده كله، بس إزاي يا دكتور في العموم ايه هو اصلا جهاز المناعه وازاي نقويه؟ طيب احنا مبدئيا كده حابين نقول يعني حتى احنا بعد ما خرجنا من موجه كورونا ولكن مازال عندنا في زي نظام فوبيا. دلوقتي بقى كل واحد يسالني انا سمعت ان في كذا حاله سخنه، بكل شويه بسال قرايبي انت فين، انا سخنه، انا عندي برد، هل هي كورونا رجعت تنتشر تاني؟ يعني كان بيجي لنا برد قبل كده عادي. احنا كان بيجي لنا برد قبل كده عادي. هو في انتقال فصول، في التهابات فيروسيه موجوده، في فعلا اعداد لا بأس بيها من الناس فعلا اللي بتكون تعبانة، بيكون في تغيير فصول عندها، في ارتفاع في درجة الحرارة، في كحة، في الكلام ده. ويمكن ناس مشاهدين كتير بيوافقوني في النقطة دي، ان ممكن يتصل بفلان طب تعالى بينا نخرج، لا انا تعبان النهاردة، او صوته متغير، او صوته متغير، او الكلام، او في كحة خفيفة معاه، او الكلام. كل ده احنا بقى مش هنتكلم بقى على الكورونا، لا هنتكلم على المناعة بشكل عام. طب الجهاز المناعي عموما هو جهاز زي اي جهاز في جسمنا، برضه بيتكون من اعضاء وبيتكون من خلايا. لابد من ان الاعضاء والخلايا دي اقدر بمعنى صح اديها الاسلحه بتاعتها او اديها اللي محتاجاه، بحيث انها اذا كان في خلايا مناعيه زي الليمفوسايت او الوايت بلاد سيلز او خلايا الكره الدم البيضاء او خلافه، كل الكلام ده عايز ازود اعداده، زي كان عندي جيش بقدر ادربه واقدر اجهزه، تديني العده بتاعته والحاجات العده بتاعته مظبوط، وقت الاستدعاء التام، واقول له انا محتاجك، الاقي حد الاقي محتاجك، مش الاقي اعمل صوره دم كامله افاجئ ان انا عندي نقص في المناعه جامد مع اقل ميكروب يقدر يهاجمني او اقل فيروس يقدر. شكرا على كده، يبقى انا كده بقيت زي ما يقولوا كده طريق ممهد لاي حاجه تحصل. بالظبط كده. طيب يبقى لازم افكر ايه الغذاء بتاع جهاز المناعه. طيب الكلوسيس في النقطه دي قدر يتناول اغلب العناصر اللي مسؤوله عن تنميه جهاز المناعه عندي. احنا بنلاحظ ان هم خمس ست عناصر بس، الاهم ثلاث عناصر منهم الاوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف. دول اكتر عناصر بتدعم وبتقوي جهاز المناعه بتاع الانسان. ممتاز. طيب هل الكلام ده بنقوله كده بس اعتباطا او مثلا او هبهزرد كده عشوائي؟ لا مش كده. احنا لما نيجي نتكلم على حاجه زي مثلا الاوميجا 3 اللي موجوده في الكولوسيز وده احد مكوناته، بنلاحظ ان هي بتعمل زياده في اعداد كرات الدم البيضاء. ده رقم واحد. رقم اثنين، لما بلاقي حاجه زي كده زياده اعداد كرات الدم البيضاء يبقى انا بلاقي فيه معناها في التهاب. لو في التهاب بيبدا يحصل لي انا لازم اسيطر على الالتهاب. طب هسيطر عليه ازاي؟ عن طريق ان انا احد من اعداد الخلايا الالتهابيه اللي هي اسمها السيتوكينز، بنسميها احنا عاصفه السيتوكينز. كمان صوره كولوسيز كده كنت مظبوط. عاصفه السيتوكينز دي مهمه جدا جدا ان هي ما تبداش تعمل فوضى زي ما اثرنا النقطه دي قبل كده وتعمل قلق في الجسم. وانس الجسم وقع خلاص يبقى كل الاجهزه هتتداعى. فعشان كده مشكله طبعا. بس هو يا دكتور يعني تقوى اللي فهمي انه جهاز المناعه ده مش جهاز كده زي الكبد مثلا او زي مثلا الرئتين او الحاجات دي، هو مش حاجه كده معينه، هو خلايا في معظم صح، خلايا في الجسم كله بس بيبقى ليها اماكن معينه اسمها الليمفونودز معينه. بيبقى عامل زي عارف حضرتك الجيش بيبقى ليه نقط ارتكاز في كل حته. بتلاحظ ان جنبك حتى في منطقه سكنيه بتلاقي في منطقه جيش، بتلاقي في منطقه صحراويه منطقه جيش، هو زي كده بالظبط، مناطق ارتكاز في جميع انحاء الجسم. وبنسميها احنا حتى دايما الغدد الليمفاويه، يقول لك ده انا حصل اتجرحت هنا، لا ده انا حصل عندي ورم في المنطقه دي. حصل مش عارف الم في صدري تحت الابط في غدد الليمفاويه.
كل المنطقه دي كلها. عشان كده بنبدا نقول الخلايا الالتهابيه اللي بتتكون اللي بتحاول تهاجم الغدد الليمفاويه دي، لا الاوميجا 3 بتبدا تسيطر عليها. دي نقطه. النقطه الثانيه برضو في فيتامين زي فيتامين د، فيتامين د مهم جدا 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 يا جماعه انه يحافظ على مناعه جهاز زي الجهاز التنفسي او الجهاز الهضمي. ويمكن اثرنا النقط دي كتير جدا، منطقه الحنجره، منطقه الصدر، منطقه البطن، كل دي اجهزه. لو لاحظنا ان في يعني من ضمن الحاجات اللي يقول لك انت عندك نقص في فيتامين د، لما تيجي تلاحظ ان في بعض الناس تقول لك انا بحيا كتير، انا ما بلحقش، انا كل موجة تغيير جو ده انا لو خدت شاور وخرجت بالظبط ليه يعني مش عارف يحصل ايه، يعني يحصل ايه ده معناه ان في نقص عندك من ضمن الحاجات دي نقص في فيتامين د، وده مهم جدا جدا. طب في الحالات دي يا دكتور لو انا حاسس ان انا بعيا كتير ومناعتي ضعيفه، في الحالات دي كلوسيز هيساعدني في ان هو يحسن مناعتي ويرفع الاستعداديه بتاعتها لمقاومه الامراض ومحاربه الاعداء؟ بالتاكيد بالتاكيد، لان انا اوريدي حدي للجسم كل زي ما حضرتك بتعمل اكله جميله، بيبقى الاكله دي بتتكون من مكونات بتقولها دايما في بدايه حلقتك. صحيح. هو زي كده بالظبط، انا لو جبت المكونات هقدر اعمل الطبخه الجميله، هقدر اعمل هاخد النتائج اللي انا عايزها من زي الفيتامين ده اللي احنا اثرنا النقطه دي. طب فيتامين زي فيتامين الف، وده زي ما بيقول كده العنصر الثالث في تقويه المناعه عند. هو ايه الفرق بقى يا دكتور بين فيتامين الف وفيتامين د؟ ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه؟ فيتامين الف بيبقى دايما احنا بنقول عليه بيساعد على تكوين الخلايا نفسها زي الليمفوسايت دي، ده بيكونها نفسه الفيتامين الف. ده غير ان هو كمان فيتامين الف بيبقى ليه دور مناعي قوي جدا جدا في منطقه الصدر والحنجره بالذات، الجهاز التنفسي العلوي اكتر. عشان كده دايما حتى احنا وقت كورونا كنا بنقول ايه، اغلب الناس تقول لك انا بيجي لي برد، بيجي لي برد كتير، بكح، في رشح، مش عارف، في ارتفاع درجه الحراره. هو الموضوع الاول بيبتدي من ايه؟ بيبتدي من فيرال او بكتيريال انفكشن، بكتيري او فيروسي، بيبدا يدخل عن طريق منطقه الجهاز التنفسي العلوي. أيوة. اللي هي منطقه الانف والفم والعين. المناطق دي مناطق اغشيه مخاطيه، الاغشيه المخاطيه دي لو ما كانتش انتكت مع بعضها، ماسكه كلها في بعضها، خلايا صحيه سليمه، خلاص انا سهلت دخول الفيروس او البكتيريا واختراقه من جسمي. كده انا يعني بمعنى صح قدرت ان يعني زي ما بيقولوا حقق له غرضه من اوسع الابواب. فبالتالي انا سبت له باب مفتوح، سبت له الباب مفتوح. حلو. فانا لما امن النقطه دي انا قدرت ان انا صعب عليه المهمه بتاعته. ففيتامين الف في النقطه دي مهم جدا. ده غير ان انا دايما يعني حضرتك يمكن اثرت نقطه المناعه، في ادويه وعناصر تانية احنا ما اتكلمناش عنها مش موجوده في الكولوسيز بس خاصه بالمناعه بس، وانا مش في حياتي مش محتاج مناعه بس، ده انا محتاج مناعه، محتاج طاقه وحيويه ونشاط. صحيح. محتاج اتخلص من الدهون الزياده في جسمي. صح. كولسترول وده هيساعدني في ان صحتي تبقى احسن وما يجيش امراض مزمنه ومش عارف ايه او اخرها قدر المستطاع. هقول لحضرتك حاجه، انا النهارده بجيب عربيتي ف الراجل السايس بيكلمني فبيقول لي يا دكتور، هو عارفني انا طبيب، فبيقول لي يا دكتور معلش انا بنهج، اعمل اي مجهود بنهج وبتعب وبقيتش عارف يعني مش مجهود اللي انا حاسس بيه. وممكن تكون حاجه في الصدر. فرحت قلت له اول حاجه قبل ما اتاكد ان يكون حاجه في الصدر، انت لابد اول حاجه انك تطمن على القلب، على شرايين القلب عندك، لان راجل زي ده بياكل كل حاجه، ممكن ياكل مش مهتم قوي، مش مهتم قوي بفكره الاوميجا 3 اللي موجوده في الكولوسيز انها تقدر تكنس الوعاء الدموي، بتقدر تخلصنا من الكوليسترول، الترايجلسرايد، تخلصنا من الدهون الثلاثيه. لكن فوجئ لقيته في اتصال تاني، انا رحت المكان المختص وعملوا لي كشفوا عليا، وفعلا يا دكتور اضطريت اعمل قسطره وفوجئت ان عندي انسداد، شبه انسداد في شريان عندي من شرايين القلب. طب كل ده شوف حضرتك ازاي، في حيث ان ممكن يحصل توتال كلوجر في الشريان، بقى عمل جلطه، بقى عمل حوارات، دخلنا في حوارات احنا مش لا في غنى عنها، في غنى عنها. انا عشان كده ببدا اقول يعني دلوقتي الحاج قصده، انا اسف ان قطعتك، لا اتفضل. اللي حضرتك قصده، حضرتك تقصده هنا انه الاوميجا 3 اللي موجوده في الكلوسيز بتساعد على ان احنا ما يحصلش عندنا حاجات شبيهه. مظبوط. التجلطات اللي موجوده في الشرايين زي القلب وشرايين المخ والكلام ده كله، حاجات كتيره احنا ممكن ما نبقاش مقدرينها او عارفينها لان احنا ما عشناهاش، فبالتالي هتحمينا من حاجات صعبه جدا ممكن تحصل بعد كده. دي نقطه. النقطه الثانيه برضو اللي احنا بنتكلم عن الكالسيوم، يا جماعه كلنا بناكل نشرب لبن وبناخد زبادي ومش عارف ايه. صح. كل حاجه فيها كالسيوم وفوسفورس عندنا في جسمنا وبناخدها، وبنقول احنا ليه عندنا هشاشه عظام بالظبط، مع ان انا باخد كالسيوم، انا باخد، مع ان انا باخد كالسيوم وبل باخد اقراص كالسيوم كمان،
النقطه دي بقى هنبدا نوضحها، ان يا جماعه فيتامين د اللي موجود في الكولوسيس هو اللي بينقل المرحله الثانيه اللي هو بيترسب الكالسيوم والفوسفورس على عظمنا. طيب لو هو مش موجود او ناقص خلاص يبقى انت اللي بتاخده ملوش اي قيمه، قاعد زي ما هو كده وملوش اي قيمه عندي. اوكي، يعني جسمي مش هيستفيد منه، مش هيستفيد منه، حتى لو برضه هعاني من هشاشه العظام حتى لو انا باخد كالسيوم. مظبوط، ولين العظام بالنسبه للاطفال، عشان كده دايما احنا قلنا ان الكولوسيس مش بيخاطب فئه معينه. مش عمر معين، لا. طب ممكن توريني كده يا دكتور بس لو تتكرم شكل ال، هي شكل الكبسوله. يعني انا متاكد ان كتير من المشاهدين هم طبعا كده بتشوفوا كولوسيس في كل مكان وفي كل زمان وفي المسلسلات وفي في الدعايه طبعا، بس عيني شوف الدعايه بتاعته قويه جدا. عيني شوف بقى الحبايه حجمها قد ايه، قلت لي هي قبل كده ان هي رخوه، الكبسوله جيلاتينيه رخوه، جيلاتينيه رخوه. انا بقول النقطه دي ليه بقى يا جماعه؟ لان الكبسوله صغيره. انا كان عندي في مشكله لما كنت اكتب زيت كبد الحوت وزيت يقول لك المستورد بره وانا جبته معايا وانا جاي ومش عارف ايه، اللي هو غير خاضع لوزاره الصحه. فكان يجي يقول لي يا دكتور بس مع ذلك كده دكتور. انا مش عارف ابلعها، صح، انا مش عارف ابلعها. طيب الحل ايه؟ طيب فوجئ يعني الحمد لله بقى ونحطها ولا بنعمل ام دي في النقطه دي، حاله النقطه بقت كبسوله صغيره. أيوة. حتى لما اقول ابلع كبسولتين مع بعض هيعرف يبلع كبسولتين مع بعض، جدا. صح. حتى لما اقول فضل كبسوله على اي حاجه للطفل او حتى. طب وده بيساعد بقى يا دكتور؟ انت حضرتك ممكن تفضيها الحاجه على الطفل؟ طبعا. أوكي. طبعا احنا ممكن نفضل كبسوله اوريدي على اي حاجه بيحبها الطفل. ما احنا قلنا من سن سنه، قلنا لاي فئه عمريه. اوكي، قلنا يعني الطفل يا دكتور ممكن ان هو لو يعني هي مفيده للاطفال، وفي نفس الوقت الطفل لو محتاج ان هو ياخدها مش لو مش عارف يبلعها ممكن حاجه تفضيها من طبعا هي كلها نقطتين بتاعتها. زيت بنقول عليها بس كده. فلو فضيناها على اي حاجه، زبادي، اي اكلات بيحبها، هي لا تتعارض مع شيء خالص نهائي. طب الجرعات بتمشي ازاي يا دكتور بقى؟ يعني مثلا يعني خلينا برضو نقسمها كده، معلش انا هتضحك شويه. لا اتفضل. بس احنا بنتبسط لما حضرتك بتكون معانا وبنحاول نستفيد منك بقى قدر الاستفاده ممكن. حبيبي، يعني هنقعد كده نسال حضرتك كل اسئله. ميرسي جدا. لو انا دلوقتي عندي فئات مختلفه، عندي طفل مثلا عنده مثلا 12 سنه، وعندي شاب عنده 20 سنه، وشاب اكبر منه كده عنده 35 سنه، وشاب اكبر منه عنده 50 سنه، وحد مثلا عنده حاجه و80 او 90 سنه. المراحل السنيه دي كلها هل بتختلف الجرعات ولا هي جرعه واحده؟ لا طبعا تختلف، لان اوريدي الكبسوله بتحتوي على الجرعه اللي بيحتاجها جسمي خلال اليوم. يعني انا لو شاب غير لما اكون راجل كبير، غير لما اكون صاحب امراض مزمنه زي الضغط والسكر والقلب، غير لما اكون طفل صغير. كل واحد بيبقى ليه جرعه معينه بياخدها من فيتامين د والف واوميجا 3. اما تديش اعتباطا، او بمعنى صح كل واحد ياخد على اللي هو عايزه. لا، هي احنا بنقول ان الحمد لله ان الاثار الجانبيه في الكولوسيس تكاد تكون معدومه، نظرا زي ما بنسميها احنا السيفتي مارجن. أيه، الامان. ده كنت عايز اسالك عليه. كنت عايز اسالك ما بين على علاقه كولوسيس مع اصحاب الامراض المزمنه زي القلب والسكر. تمام. هل هيضرهم ولا هيساعدهم في التعافي ولا ايه الاخبار؟ لا ابدا، احنا بنقول هعيد السؤال بتاع سيادتك الاولاني. ان من سن سنه لسبع سنين احنا بنقول كبسوله واحده بنفضيها على اي حاجه. ماشي. طب من سبع سنين لحد سن مثلا 40 سنه وما بيكونش في امراض مزمنه ولا اي حاجه، بياخد كبسولتين في اليوم. تمام. طب فوق سن 40 سنه وفي امراض مزمنه، لا انا اقول له تاخد ثلاث كبسولات في اليوم. والله. انت اكتر واحد، يعني تديله اكتر كمان. طبعا كنت بحسب حاجه تديله اقل. لا ده انا اديله اكتر، لان ده اصلا كده كده بيزود بيقوي المناعه ومحتاجه كمان، لان هو سواء كان فوق سن 40 سنه. هديك مثل بسيط زي فيتامين دي. احنا طبيعي ان الانسان الاساس عنده في انتاج فيتامين دي عن طريق اشعه الشمس وعن طريق امتصاصها عن طريق الجلد. صحيح. لكن فوجئنا ان بعد سن 40 سنه او 50 سنه 25% من قدره الجلد بيقل امتصاصها، على امتصاص الشمس، فبالتالي بيقل انتاج الفيتامين دي بالنسبه لهم. بالزبط. فبالتالي انا بزوده لهم. عشان كده. طب صاحب المرض المزمن سواء كان سكر او قلب او ضغط، ليه بديهوله؟ لان اوريدي هو محتاجه كسكر. انت محتاج بطريقه جامده جدا من اوميجا 3، انها بتقلل لك الالتهابات اللي بتحس بيها من تنميل في الاطراف، بتحس بيها بيقول لك من شكشكه، الكلام ده كله بالنسبه لمريض السكر. النقطه الثانيه كمان تنظيم السكر في الدم. فيتامين عندك زي فيتامين الف، تخيل ان هو مسؤول عن 30% من افراز الانسولين. صح. يعني بقول للي عنده مرض السكري النوع الاول اللي هو الجيفونايل اللي هو الصغير، بقول له ده مناسب جدا ليك. وبقول له اللي عندك مرض السكري النوع الثاني اللي هما الغالبيه مننا، بقول له انت كمان يناسبك. ليه؟ لان هو بيحسن استجابه الخليه للانسولين. كل الكلام ده مش يعني لدرجه اني عايز اقول لك ان فيتامين الف في الدراسات الحديثه دلوقتي اللي عملت بقى بيدخل في علاج مرض السكر.
هل ده معناه ان انا اوقف علاجي بتاع ده علاج السكر والضغط والقلب واقول اعتمد على الكولوسيز؟ لا، الكولوسيز هو بيكمل لك، الكولوسيز هو بيعمل لك موضوع تنظيم ضغط الدم، بيعمل لك تنظيم السكر في الدم، بيعمل لك نوع من انواع السيوله اللي كلنا محتاجها فوق سن 40 سنه. كلنا بعض بننصح يقول لك لا ده انت لازم تاخد حاجه للسيوله حتى من وقت للتاني كده، عشان لو في اي تراكمات قديمه من الدهون او الكلام ده ما يحصلش عندك تجلطات فجائيه او خلاف. وده على فكره، فتخيل انا بديني مكمل غذائي بيديني نسبه سيوله ما تضرنيش ولا تزيد عندي ولا اخد اعراض. بالظبط، مفيش اعراض جانبيه من اعراض السيوله. اعراض السيوله خلي بالك ليها اعراض جانبيه كتير. أيوة أنا عارف، واخد بالك. لكن احنا عندنا ان الاوميجا 3 والحاجات دي الاعراض الجانبيه تكاد تكون معدمه. صحيح. وبالنسبه كمان للجرعه اللي عملها الكولوسيز. طب حضرتك قلت لنا الجرعه من حيث الكميه، ممكن حضرتك تقول لنا انا دلوقتي مثلا في رمضان فاحنا بنفطر على الساعه 6 وثلث ولا حاجه وبنتسحر بقى والفجر خلاص بيدن على الساعه 4 وشويه. هاخد كلوسيز قبل ما افطر ولا بعد ما افطر على طول ولا في نص اليوم؟ يعني اعمل ايه؟ طيب بيختلف على طبيعه عملك ايه. يعني حضرتك مثلا لو شغلك بيبتدي بعد الفطار مثلا، شغلك مسائي بمعنى صح، خلاص انا اخد كبسولتين بعد الفطار. طيب لو انا بالنسبه لي شغلي هيبتدي الصبح يبقى هاخده بعد السحور، عشان انا زي ما قلت لك انا محتاج منه الطاقه والحيويه والنشاط بتاعه انا محتاجه. وبالتالي انا صايم مفيش جلوكوز، والجلوكوز احنا اتفقنا ان هو بيديني 36 جزء طاقه، لكن الاوميجا 3 بتديني 146 جزء طاقه. احنا بنتكلم في اربع اضعاف الطاقه اوريدي انا محتاجها وانا صايم. صحيح، عشان كده ده صحيح حلو. طبعا عشان كده انا محتاج ان بقول ان الكولوسيز مش بيخاطب فئه معينه، مش بيخاطب مرحله معينه في حياتنا، مش بيخاطب ظروف معينه سواء كانت كورونا. ياما في ادويه كتير بعد ما الكورونا قلت سحبت نفسها طبعاً وراحت، او فيها فيتامينز كتير وحاجات برضو تانية سبحان الله مره واحده كده لقيناها بتتباع في كل مكان ومره واحده. صح. ليه احنا بنقول الكولوسيز مش محتاج توقيت يتباع فيه؟ لان هو بيخاطب كل الاوقات، انت صح. محتاجه في كل الاوقات بما يحتويه من اوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف. والتركيبه دي عمرك ما هتعرف تلاقي اوميجا 3 مع فيتامين د ابدا. دكتور مصطفى لما حضرتك كنت معانا المره اللي فاتت مشرفنا ومنورنا في الاستضافه اللي فاتت، حضرتك قلت النقطه دي بس انا ما فهمتهاش قوي. حضرتك قلت لنا انه صعب ان انت تجمع، قلت لنا ان عبقريه كلوسيز فان هو جمع ما بين فيتامين الف وفيتامين د واوميجا 3 واوميجا 3 في كبسوله في حبايه واحده. مظبوط. يعني ايه يعني هو ايه ليه صعب وممكن تفهمني ما يندمجش ده مع ده؟ يعني لو حب يعملوا تخليقي عشان يعملوا كبسوله وليكن هحط تلتها اوميجا 3 وتلتها فيتامين د وتلتها فيتامين الف، عشان ميه وزيت مع بعض ما ينفعوش يجتمعوا مع بعض. أوكي. لكن كزيت كبد حوت كناتشرال وحاجه دي حاجه طبيعيه من عند ربنا. عشان كده لو تلاحظ ان من جدودنا وكلهم عارفين ايه هي الكبسوله الصفراء. ايوه، اللي هو زيت كبد الحوت. صح صح. كله عارف. ليه ما انتهتش؟ ليه بنقول الكولوسيز بقى له 15 سنه؟ ليه بنقول ان الحاجات دي ما بتقدمش بالموديفيكيشن اللي بتحصل معانا؟ بالظبط، ويطلع بقى ادويه ثانيه تحل محلها والموضوع ينتهي. لا، ما زالت موجوده. صح مظبوط، لان زي ما بنقول كده التركيبه دي ما حدش يقدر يعملها. ما حدش يقدر يعملها التركيبه دي غير لما تكون حاجه ناتشرال، حاجه طبيعيه، وفي حاجه واحده اللي هو زيت كبد الحوت اللي هو الكولوسيز الكود ليفر اويل. وعشان كده برضو حتى زيت كبد الحوت لو تلاحظ ان هو السورس ده نفسه ما بيجيش غير من مصدر واحد في العالم، مصدر نيوزيلندي، اللي هو الاماكن اللي بتبقى موجوده فيها نوع الاسماك دي او الحيتان. انت فاهمني حضرتك ازاي؟ فبالتالي هنلاحظ ان برضو عقده الخواجه عندنا. في بعض الناس تقول لك لا انا هجيب المستورد في المانيا. أيوة، هجيب كذا. لو سمحت انت مسافر، طب انا هتلاقي كله بيجيب نفس الماده الفعاله من مكان واحد. صح، ممتاز، مكان يعني واحد. يعني كلنا هنجيب الماده الفعاله من نيوزيلندا، هيتعمل فين بقى ده موضوع تاني. مظبوط، هيتركب فين بس كده على بعضه يعني. بس انت بقى الميزه اللي تميز ايه ام دي في النقطه دي ان هي كل خطوه بتتم تحت رقابه وزاره الصحه والاشراف الدوائي. بالظبط، دي نقطه مهمه قوي يا دكتور برضه. جدا، لان الواحد بيقلق جدا خاصه في الادويه، في كل حاجه، اي حاجه بتخش جسمي الواحد بيقلق جدا من انه يكون المنتج اللي انا بستخدمه او الاكل اللي انا حتى باكله او ايا كان الخامات اللي انا بستخدمها لازم تكون مصرح باستخدامها، تكون واخد الموافقات اللازمه، سواء بقى لو هي مثلا ادويه تبقى واخده موافقات من وزاره الصحه، لو حاجات في السوبر ماركت تبقى واخده موافقات من التموين، ايا كان. مظبوط. فاحنا ما عندناش مشكله في الجزئيه دي. موجود في الصيدليه، كلوسيز موجود في الصيدليه، ما بيتباعش اونلاين بس، فهو موجود في الصيدليه. تقدروا تنزلوا اي صيدليه تحت بيتكم هتلاقوا كلوسيز بكل الاشتراطات اللازمه اللي تضمن لنا ان احنا ما عندناش اي مشكله. عندكم دلوقتي على صفحه، عندكم دلوقتي على الشاشه صوره الكلوسيز.
وكمان عايز اقول يمكن عشان كده برضو نقطه الصيدليات، انت تعرف ان ماده زي ماده زيت كبد الحوت لو تعرضت لدرجه حراره 60 هي فقدت جزء كبير جدا من الماده الفعاله بتاعتها. ما كنتش عارف كده. يعني بس هي مش محتاجه تتحط في الثلاجه، بس في الوقت ما توصلش لدرجه حراره 60. بس درجه حراره 60 ده في مخازن بتبقى حرارتها اعلى من كده في الصيف يا دكتور. طبعا لا بس بص انا اقول عشان كده دايما اقول لك ايه، اشتري من الصيدليه. صح. ليه؟ الصيدليه دلوقتي ما فيش صيدليه بتقدر تدي ترخيص ولا اي حاجه الا لما يكون فيه المكيف موجود ودرجه حراره موجوده. صح. صح. والتلاجة موجوده ومش عارف ايه الحاجات اللي عايز تحطها. دي بقى ان طبعا بالظبط ان النظام النظام الصحي يكون صارم، وان الدوله كده كده بتتابع الاشياء دي، فاحنا بنطمن انه مظبوط تم مراجعه الصيدليات فتقدر تشتري منها وانت مطمن. مظبوط. عشان كده احنا دايما بنقول ان الصيدليه هي امن مكان، وامن مني انا اروح اشتري مستورد من بره ما يكونش تابع لوزاره الصحه ولا يكون خاضع للاشراف الدوائي. مواصفات ثانيه بقى ما نعرفش عنها حاجه، الله ولا عارف اي حاجه عنها. بالظبط. فبيقول لك لا ده انا احب لما يكون كلها انجليزي كده كلها ما فيش كلمه عربي. احنا مصريين في بعضينا المفروض يعني ده اللي هيفرق معايا وده اللي هيعمل معانا نتيجه. اكيد. طب دكتور الاكل في رمضان ازاي نخلي الاكل يساعد المكمل الغذائي الكلوسيز اللي انا هاخده، ازاي الاثنين يساعدوا بعض عشان نوصل في النهايه لصحه كويسه؟ طيب مبدئيا احنا في عاده سيئه عندنا ويمكن كلنا بنعملها مش عايزين حتى نعممها، ولكن احنا عايزين نقول ان في بعض كل الناس بتعمل انها بتركز اكلاتها على وجبة واحدة او وجبتين، وبيحس ان هو مثلا اسف الكلمه لا انا لازم اكل لازم اشحن على قد ما اقدر، لا انا خايف اجوع بكره. هو النقطه دي متعبه جدا 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 لجدار المعده بطريقه عنيفه جدا لدرجه انها بتعمل التهابات في جدار المعده زي اي حاجه في الدنيا بتعمل اوفر لود عليها من حجمها مالتها ازيد انك بالونه نفختها على الاخر على الاخر. ده غير ان مريض زي مريض السكر لما يعمل حاجه زي كده ويبدا ياكل سكريات من يبدا ياكل هنا انت بيحصل لك ارتفاع رهيب في نسبه السكر في ده، غير انك بتاخد نسبه دهون ضاره جدا لمريض الضغط فيبدا برضه يرتفع نسبه الضغط. لا ده انا اتعزمت عند فلان ده كذا. احنا على قد ما نقدر لو نقدر نوزع الاكل بتاعنا على فترات، يعني حتى لو قدرت بحس ان انا ما اقومش شبعان بنسبه 100%. صح. فيبقى اقوم كده حتى فريش وعارف اتحرك وبتاع. عايز اقول لك حاجه، قارن بين حالك وانت صايم وحالك قاعد وانت مرتاح. بس واول ما تبدا تاكل بس قبل المغرب بساعه كده مش قادر اتحرك ده حاجه ثانيه بس طول اليوم ببقى كويس. وعشان كده يمكن الكولوسيز بنقول بيفيد في النقطه دي. ليه؟ الطاقه الحيويه عشان بدل ما اجي افصل باور خالص كده بيبقى في جزء من الباور تخليني حتى اقدر الواحد يقدر بيقوم بالحاجات الدينيه اللي يقدر يقوم بيها. يعني يقرا قران كل الحاجات دي كلها يقدر يقوم بيها. وحتى لو كان عندي شغل يعني بنلاحظ ان ربه منزل اي ربه منزل كتر خيرها، ما بين كمان لو كانت عامله انها تقدر تشتغل الصبح وتقدر تقدر تخدم في بيتها وتقدر وتساعد وكمان تذاكر لاولادها. انت شوف انت طالب منها حاجات يعني حاجات كتير جدا رهيبه ربنا يكون في عونهم، وفي نفس التوقيت انت محتاج ان هي برضو تقدر تواصل 30 يوم. انا عندي سؤال خارج المنهج بقى وخارج السكريبت. انا عارف ناس كتير في الفتره اللي فاتت دي، هو برضو قريب قوي من تخصص حضرتك ليه علاقه بجرثومه المعده. كتير قوي بقت كده يعني بقى كتير قوي من الناس انا اعرفها عندهم جرثومه المعده وعندهم تحفظات او ريستريكشنز الدكتور حاططها، يعني الدكتور قايل لهم ما تاكلوش كذا ما تعملوش كذا مش عارف ايه، لسته طويله من الاشياء الممنوعه لغايه ما بس ايه يتم التعافي. هل بقى كلوسيس في الفتره دي هيبقى مضر لمعدتي او هيضايقني او حاجه ولا؟ عشان كده دايما الكلوسيس بيتاخد قبل الاكل او بعد الاكل. ما يفرقش معانا خالص في النقطه دي، هو لا يتعارض مع اي حاجه. عشان كده حتى لو تلاحظ حتى الطفل الصغير بنقول لك ايه، فضيها على اي حاجه يحبها. صح. خدها بالسرنجه وفضيها على اي حاجه. خدها على اي حاجه يحبها. فهي بالنسبه لنا احنا الكلوسيز ما بيأثرش على جدار المعده نهائي، ولا لان في بعض الناس يقول لك هاخد كبسوله على الريق هاخد برشام على الريق، لا خالص هو لا يتعارض النقطه دي. عشان كده بنقول قبل الاكل او بعد الاكل او وسط الاكل عايز تاخده. أيوة. مش فارقه معانا خالص النقطه دي. وبرده احنا عايزين نقول ان جرثومه المعده، ودي يعني برضو معلومه احب اضيفها، جرثومه المعده يمكن ناس كتير جدا جدا بتروح للاطباء وتعمل تحليل وتفاجئ موضوع جرثومه المعده. صح. هي جرثومه المعده مش بتاعت امبارح والنهارده، هي جرثومه المعده من زمان. ايه اللي حصل فينا بس؟ بس هي وعلى فكره مش بالضروره ان جرثومه المعده تبقى موجوده عندي وهي مسؤوليه كامله عن كل ده. والدليل على كده ان في ناس كتير يمكن سمعاني وموافقاني على النقطه دي، انا خدت علاج جرثومه المعده وخفيت منها وبعد كده رحت عملت تحليل لقيت عندي تاني جرثومه المعده، انا مش عايزك تحمل نفسك فوق طاقتها. هي مش جرثومه المعده الاساس اللي هي المسؤوله عنك، ولكن تنظيم اكلك نوعيه الاكل اللي بتاكله. دكتور في ناس بتخوفنا من فكره انه لو انت عندك جرثومه المعده وما عالجتهاش
هتأذي بقى جدار المعده وتعمل تقرحات وممكن تصيب لا قدر الله بسرطان المعده. لا هو مش بالضروره كده، لا ما توصلش الموضوع للدرجه دي، بس احنا بفرض ما ان احنا عرفنا ان عندنا جرثومه المعده، اوكي انا هاخد القرص العلاجي بتاعها ما فيش اي مشكله. لكن في بعض الناس بيبقى عندها الموضوع كرونيك مزمن، واخد بالك، فيقعد ياخد قرص من جرثومه المعده قرص من جرثومه. لا انا مش حابب كده خالص النقطه دي، يعني انا حابب ان هو برضو حسن اكلك، خلف ستايل بتاعك مظبوط، خد مكملات غذائيه النوعيه الاكل بتاعتك بالزبط. دي اهم حاجه. التدخين اذا كنت بتدخين شرعي بيبقى مؤثر بتاثير سلبي، ده اساسي جدا. جاسترايتس التهابات جدار المعده رقم 1 ألف 2 أو 1 2 3 4 هو التدخين، او حتى لو كنت مدخن سلبي برضه هياثر عليك. كل الكلام يعني كل الحاجات دي يا جماعه لازم نحط قبل ما ندور على حاجه تكون تعبانه مره واثنين وثلاثه، لا يبقى تبص على العوامل المساعده ايه اللي بتبوظ لي المعده. طب لو انا دكتور مثلا شخص رياضي تمام وبروح الجيم ومش عارف ايه والكلام ده كله، ان شاء الله في المستقبل هبقى كده، هيفيدني كلوسيس في ايه؟ طيب احنا بالنسبه لنا احنا قلنا فيتامين د هو بيرسب الكالسيوم والفوسفورس على العظم، فبالتالي موضوع هشاشه العظام خشونه العظام لين العظام عند الاطفال، كل الكلام ده هيبقى رقم واحد. رقم اثنين الطاقه والحيويه والنشاط اللي انا عايزه، نقطه مهمه جدا طبعا، لانه بتبقى احدى المشكلات ان انت في الناس مثلا بتروح تتمرن وكده بصرف النظر بيجروا مثلا بيروحوا الجيم بيعملوا اي حاجه، بيبقى عندهم روتين من الرياضه، هتلاقيهم يومين ثلاثه كويسين وبعدين هتلاقي بدات الطاقه تنزل كده، تحس ان هو مش عايز يروح يعمل مجهود، مش عايز يروح، ومش عايز يروح بعد ما بص فيه انرجي طاقه رهيبه، عايز انا بص انا هاكل الجيم. المشكله كمان يا دكتور انه المكملات الغذائيه مش عارف المكملات الغذائيه ولا نسميها ايه، طبعا حاجه اقدر مني على ده، اللي هي بتدي طاقه دي اللي هي اسمها بري ورك اوت او اللي هي بتتاخد ما قبل التمرينات، بيبقى ليها بقى اثر عنيف جدا طبعًا على القلب، تحس ان انت خدته مره قبل كده، تحس ان انت رايح تلعب تجري وما اقدرش استمر عليها، وقلبك عمال ينبض هيطلع من صدرك طبعا، وما اقدرش استمر عليها نظرا للاعراض الجانبيه بتاعتها في الاستمراريه عليها صح. ممكن تعمل لي مشاكل كثيره جدا صح بعد صح كده. فدي نقطه الكلوسيز، ان انا حتى لو استمرت عليه مفيش مشكله ان انا استمر على خالص، لان باخد الجرعه اليوميه بتاعتي أوكي. مفيش تراكمات هتحصل معايا، يعني انا مش بقعد اراكم حاجه فوق حاجه، فبالتالي الاقي المخزون بتاعي عدى المسموح به من الماده دي. مشكله الفيتامينات يا دكتور، حضرتك فهمتها لي المره اللي فاتت، حضرتك المره اللي فاتت قلت لي انه في فرق بين الفيتامينات مش محتاج اخد منها اكتر من الحد اللازم اللي انا محتاجه، قصدي المالتي فيتامين يعني او الفيتامين المتعدد. مظبوط، في فيتامينات بتبقى فيتامينات علاجيه بالظبط، ما بتبقاش فيتامينات، فمش شطاره ابدا ان انا اقعد اخد مالتي فيتامين كل يوم الصبح. مظبوط، لكن مكمل غذائي مكمل اللي الاكل ما عملوش هو بيعمله، انا فاهم صح يا دكتور؟ مظبوط صح، ان هو بيكمل الاكل ما عملوش. بص المكمل الغذائي بنسميه احنا حاجه ناتشرال، عشان كده اتقال عليها كلمه مكمل غذائي، حاجه طبيعيه. فبالتالي الحاجه اللي في الطبيعيه هو زيت كبد حوت زي اي زيت بناكله، حضرتك بتعمل ما فيش اكلات يعتبر من غير زيت او الحقيقه صح في معظمها، وما فيش حد بيعدي اليوم عليه من غير ما ياكل حاجه بزيت. تمام، فبالتالي زيت كبد الحوت وآمن جدا جدا بالنسبه لي. دكتور مصطفى احنا بنسعد لما حضرتك بتشرفنا وبتنورنا، نشكر حضرتك، نشكر شركه اي ام دي، نشكر كلوسيس طبعا على وجوده معانا النهارده. اتمنى تكون الحلقه كانت خفيفه وظريفه كده، وكون دمي كان خفيف عليكم يا رب. اشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد.